قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قواته قد تدخل سنجار في العراق في أي وقت. وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية إن أنقرة عازمة على طرد المسلحين، في إشارة إلى مسلحي حزب العمال الكردستاني من العراق وإنهاء أنشطتهم بشكل كامل. وأشار أردوغان إلى أن أنقرة بدأت بالفعل الإعداد لتطهير مناطق عين العرب ورأس العين وتل أبيض في سوريا من المسلحين حتى الحدود مع العراق.